الله وكيلك يا مروان، هلكني، دبحني دبح، كل يوم بيسمعني نفس المحاضرة، نفس العي، نفس الملاحظات. لا وأنا عم ببذل جهدي لحتى دلله وقوم بواجبه، وهو لا بيعجبه العجب ولا صيام برجب. يعني إذا ما وجه لي كل يوم 20 تنبيه و20 توبيخ ما بيهناله بال، وروح قلبه يبهدلني ويزلني كمان. يعني ما حلك تتعود عليه، هي بالحساب صار لك شوفير عنده 6 سنين. قلتك لازم ينحي جسمي ويبلد إحساسي، لأني أنا مو من البشر وما عندي مشاعر. بابا بجوز يكون معك حق، بس صدقني كل الناس بتحسدك لأنك السائق الخاص لمعين بيك. ايه مرحبا سائق خاص، تشرفنا والله. ليش شو عم بيجيني مفاه شغلي غير دبلان القلب ووجع الراس؟ بس أخ شو بدي أقول الواحد، نص الله هديك الأيام لما كنت فيها شوفير عادي بالمرقاب، يعني على القليلة كنت مالي مضطر احلق دقني كل يوم وانزل فيها نجر وكأني عسكري، ولا كنت مضطر اسمع كل يوم 20 كلمة بجنابي واسكت، ولا لي مضطر انصلب بالسيارة طول النهار تحت الشموس حتى يخلص سيادته اجتماعات ومؤتمرات. ما اختلفنا، والله يعطيك ألف عافية. بس كمان يا أبو مروان لا تنكر إنه شغلتك فيها عز، يعني مفكرها قليلة لما بتطلع ورا دركسيون هالمرسيدس. بتفرق لك أبو مروان كتير، بتفرق. لا تقلي لا، وغير هيك بابا الناس صارت تحسبنا 100 حساب، يعني ما عاد حدا يسترجي يستوطي حيطنا ولا حدا يعمل معنا فصل ناقص. لك حتى دكانجية الحارة معاملتهم تغيرت معنا من يوم ما صرت الشوفير الخاص لمعين بيك. بس كل الحكي اللي عم تحكوه لا بيقدم ولا بيأخر، بالعكس عم بيسبب لي إحراج مع الناس. يعني كتير من الناس بيفكروني إنه ممكن مون على الأستاذ أبشي طلب، أبشي واسطة، أبشي خدمة، باعتبار إني وشي بوشه دائما طول النهار، يعني بيحاولوا يقدموا شي طلب عن طريقي. إيشو فيها؟ إذا بتقدر تخدم هالناس ليش لحتى تقصر؟ بالعكس بتكسب ثواب. ليك التاني على الحكي، ليش أنا بسترجي أطلب منه طلب؟ إيه عليم الله، عليه وش ناشف مثل الريص، والعقدة بوشه شبر، ونظرته بتقطع رزق، وبعمره ما داوى أصبعت مجروح. لا وفوق كل هاد بيضل عم بيوجه لي ويحمل لي جميلة إنه أنا شوفيره، كأني عم بيدفع لي الراتب من جيبته، وكل يوم التالي بيقول لي ولك يا أب مروان أنت بمركز حساس لازم تعمل كيت، ولك أب مروان أنت بمركز مهم لازم تعمل كات، ولك يا أب مروان انت عليك الاضواء مسلطه والمفروض تنتبه لكل تصرفاتك. ابو مروان الناس بيحكموا على المسؤولين الكبار من خلال عناصرهم. ابو مروان حافظ على سمعتك حتى ما تلحاني شي طرطوشه. ايه حاجه بقى، فلقني فلق، فزرني فزر من كتر الملاحظات. ويا ريت الراتب بكفي، كل ما قال له سيدنا الله يرضى عليك زيدنا الراتب بيقلي لا تفتح عليها الابواب بنوبه. مع العلم انه سهره واحده مع مطربه مو معروف قرعه ابوها منين بحط ادراك بسنتين. اخ لو بقدر استقيل اخ واخلص من هالعي كله. يو وشو بدك تشتغل اذا طلعت التقاعد؟ ولك بشتغل اي شيء، شوفير مكرو، شوفير تاكسي، على طنبر مازوت، على حمار، على بطيخ مبسمر، اي شيء بشتغل. المهم اقضي هالكم يوم البقيانين من عمري بهلاوي. اخ لو بقدر اقدم استقالتي من خدمته، بس ما بقدر، متعربت فيه بإيديه ورجليه. أخ أمي يرضى عليكي، أمي هالطشط أمي. بس طول بالك تقبرني، صدقني ما بعد الضيق إلا الفرج. الله يصطفل فيك يا معين بيك، لا شك إنك نيئة عن الخليقة، لا شك. ليش مشغل المكيف؟ شوب سيدنا. بس أنا مو مشوب، طفي. حاضر سيدي. تاني مرة لا تتصرف وتجتهد من عندك. أنا لما بدي المكيف يشتغل بقول لك شغله. شغل أنا مسجلة لشوف. حاضر سيدي. وبسحر
ولك شو هالذوق يا ابو مروان؟ شو هاد؟ ما عندك ذوق انت منوب؟ خير سيدنا. يعني ما لقيت تحط غير هالشريط؟ سيدنا انتو طلبتوا تسمعوا امبارح. طلبت اسمعوا امبارح، ما طلبت اسمعوا اليوم؟ مالك شايفني معصب ولازمني شوية هدوء؟ سلامتك سيدنا، شو بتقولوا نعمل هلا؟ حط لي شي شريط هادي لحتى ريح اعصابي. حاضر، تسمعوا شي لفيروز سيدنا؟ قولك حدا يسمع فيروز بهالشوك؟ حط لي بين العصر والمغرب. بين العصر والمغرب مرقت سيارة سودا. سيارة سكودا؟ لمين هي سيدي؟ قولك عجل بقى، ضربك الطراش؟ رح نوصل للمزرعة ونحن عم ناخد ونعطي. أمرك سيدنا، وين بدي لاقيها هي؟ سيدي عدم المؤاخذة يعني، يا ريت تحطوا شعرتكم جيبتكم وقت بدكم اياها. حط لي الغنية بلا علاء، خلصني طاش راسي من صوتك. ها ليش هيك ماشي على مهلك؟ استعجل لك شوي. سيدنا الله يخلينا اياك، انتم منبهين علي ما اطلع فوق ال 80 على طريق المزرعه. صحيح، بس لما تشوفني معصب ولازمني راحه نفسيه لازم لحالك تستعجل. يا اخي شو قصتك انت؟ كون ديناميكي، اتصرف من عندك، يعني مو ضروري كل شغله لقمك اياها بالمعلقه تلقيم. حاضر سيدنا، على قديش بتحبوا امشي؟ 120 130 مو مشكله، المهم تزتني بالمزرعه وخلصني بقى. املي هالشريط من المسجل انسرع راسي. احترامي مطيع بيك. والله يا مولانا بصراحة الوضع خطير جدا. نعم يا سيدي، هو نحن عم نعمل جهدنا واستنفرنا كل أطباء وجراحين المستشفى. نعم؟ لا والله يا مولانا، في معه هلأ فريق طبي كامل بغرفة العمليات مع الجراحين. ايه طبعا 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 سيدي طبعا، بنوافيكم بالتفصيلات أول بأول. نعم يا سيدي، الله معكم، مع السلامة. قالوا نعم. احترامي سيدنا، اهلا وسهلا ومرحبا. والله يا سيدي الوضع ما بسر ابدا، بالعكس يا سيدي. لا لا لا، امكانيه نقله هلا لبرا مو وارده منوب، لانه الوضع خطير جدا وما بتحمل. طبعا طبعا مولانا، خيره الاطباء هلا معه بغرفه العمليات، وهو كذلك يا سيدي. نعم يا سيدي، امرك امرك، مع السلامه. قالوا نعم. مين معي بالله؟ تحياتي نورس بيك. أهلين مولانا. لا والله يا سيدي لسه ما طلع من غرفة عمليات. لا لا طبعا ما بدنا توصاية. سلامة معين بيك بتهم كل البلد. شو الأخبار؟ إن شاء الله خير. شو؟ الله معكم يا سيدي، مع السلامة. طيب ماشي. طمني شو الأخبار؟ أخبار سيئة. شو الحكي؟ عفوا دكتور، ممكن سؤال؟ تفضل. كيف وضعه هلا؟ عم نعمل اقصى جهدنا، انت بتعرف صحة سيادته بتهمنا كلياتنا. عفوا انا ما عم بحكي عن سيادته. لكن عن مين عم تحكي؟ عن سائق سيادته. انت ابنه؟ ايه انا ابنه. الله يصلحه على هالعملة. ولك شو انت، جن ابوك ولا هستر؟ المفروض يكون اوعى من هيك وما يسوق بهالتهور والطيش، يعني اذا ما كان سائل عن روحه كان لازم يعرف انه معه سياسي مهم بهالبلد. قل لي لشوف. هلا مين بده يروح على المفاوضات؟ ها؟ المهم هلا الدكتور، ابي كيف وضعه؟ العوض بسلامتك. مات؟ مات؟ لا لا اطمنوا، لسه سيادته بخير، كنا عم نحكي على الشوفور. قطعت لنا قلبنا يا دكتور. طمنا دكتور، شو الاخبار؟ يا خسارة. خسارة البلد بمعين بيك ما بتتعوض. لا حول ولا قوة إلا بالله.
اسمحوا لي يا جماعة، باسمي واسم كل العاملين بالمشفى اني اقدم لكم التعازي الحارة بوفاة فقيدنا معين بيك، والله يقدرنا كلياتنا على تحمل هذه المصيبة، وإنا لله وإنا إليه لراجعون. سمعونا الفاتحة على روح الطاهرة إذا بتريدوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. آمين يا أرحم الراحمين يا رب. اللهم تغمده برحمة من عندك لا تنتهي. آمين. واجعله بين حور العين والولدان المخلدين يتبختر ويزدي. آمين. وأطعمه يا رب من ثمرات جناتك ما يحب ويشتهي. آمين. ولا تدعه يا رب بالفاتنات من ملائكتك يلتهي. آمين. يا رب إن كان لا يخجل في الدنيا فاجعله في الآخرة يستحي. آمين. يا رب إن كان مرتشيا في دنياه فاغفر رشوته وجنبه العقاب، وإن كان فظا غليظ القلب فارحم غلظته يوم الحساب. آمين. يا رب إن كان من أموال الدولة يكنز ويقتني فإنه اليوم عائد إليك ربي كما خلقتني، وأستغفر الله. لا لا، بكره بنستلم الجثه من هون وبنطلع على الضيعه دغري. انتوا جازوا حالكم هنيك، بس انتبهوا هالصندوق ما رح نفتحه. ايه الجثه مشوهه. سلامتك الباقي. لا لا مو لازم نشي، الله معك.
بدين سيادة المدير. اجوا استلموا جسد الشوفير؟ ايه اجوا من شوي. ماشي الحال. العمى شو خير شوفي انت من انو برات عطيتهم الجثه تبع الشوفير؟ من البرات 17. وجثه معين بيك؟ من البرات 16. الله لا يعطيك عافيه على هالعمله فوق تعبك. ليش خير؟ شوفي دكتور؟ ولك انت خربطت بين الجثتين. شو يعني؟ ما فهمت. يعني هالامم والعالم يلي طلعت بالجنازه برا ماشيه ورا جثه الشوفير. ومعين بيك؟ معين بيك بيكونوا هلا عم يدفنون بضيعه الشوفير. دخيلك سيادة المدير، دخيلك مشان الله استر علي، الله وكيلك إذا حذري بهالشغلة، الله وكيلك لا ينظر رقبتي قص، مشان الله إيدي بزن نارك. خلاص خلاص، ولا يهمك. يبدو إنه الله كاتب له لهالشوفير ينعز بموته، وكاتب لمعين بيك يموت هيك موتي. دخيلك يا ربي. دخيلك. دخيلك ما أعظم حكمتك.